مرحبا، شلونكم؟ اخباركم؟ اليوم انا بسليمانيه، جو بارد، كلش بارد، يختلف عن جو بغداد ويختلف عن جو اربيل، بس مدينه حلوه، حركه، ناس رايحه ناس جايه. تعالوا اليوم نبدا جولتنا هنا بسليمانيه، واول شارع راح نبدي به شارع سالم، تحديدا منطقه سولكه اللي مشهوره بالاكلات، اكل الشوارع والاكلات الشعبيه. يلا خلينا نبدي جوله. مدينة سليمانية جميلة طبعاً، سبق وأن سوينا جولات هواية بهاي المدينة. كل مرة نزورها تكون أحلى من المرة اللي قبلها، ما أدري يعني عندي عشق لهاي المدينة، شنو السبب ما أعرف، بس إلها طعم خاص، جوها حلو، ناسها طيبة طبعاً، ولا يهونون بقية سكان المحافظات جميعاً. شوفوا الشاي ايش قد حلو بالحطب، ناس قاعد تشرب شاي وتدفع الحطب، اثنين في واحد. طبعا هذا المكان هم سبق وان صورته قبل، ما شاء الله مزدحم جدا. هذا هو اشهر مكان الاكل الشوارع هنا بسليمانيه. الله، بعدني لا متغدي ولا متعشي. شوف الكريب. السلام عليكم. شوف 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 طبعا تخيلوا اذا اشوف هالمنظر واني بعدني حتى غدا ما متغدي، لانه الطريق من بغداد الى سليمانية طويل، وبنفس الوقت انا ما احب اكل بالمطاعم اللي موجوده بالطريق، فاجي قبل لهنا حتى اكل افرغ معدتي تماما. شنو؟ يمكن ساهون؟ ما أعرف. إيه شنها؟ ساهون هاي الحلاوة الإيرانية. صور هي. ما شاء الله أهل الكريب منتشرين. قبل سنة وشهر يمكن آخر مرة صورتها ما كانوا موجودين. هاي إضافة جديدة. هاي هنا المطاعم. إي هنا الحكي المضبوط. السلام عليكم. كباب طاوة، كباب عروق. طبعا ايش راح اسوي؟ راح اخذ لي جوله بعدين يلا اكل، نشوف شكو ماكو. ذاك في سيفس على ما اعتقد. اي ديك رومي، هذا دجاج. اغلبهم نفس الاكل تقريبا. طبعا لازم اللبلبي يكون حاضر، يبال لبلبي بالشتاء. اصوره هو، ليش ما اصوره هو يتدلل؟ يا عمر عمر حبيبي. باقلة بس هنا الباقلة مالتهم تختلف، الباقلة مالتهم هنا سماق وكتشب و... حبي تتدلل.
عبالهم صورة الولد تدلل حبيبي. باقل له مو سلك مثل ما لك دب بغداد تختلف. شوفوا هنا الخبز بالتنور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفوا توه طالع من التنور. يلا عد المدار يا عينك. الله 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 الله. عربستان واتو تصوير ما لقاشتي جواني بكرة. لفات طبعا ليس الاسعارهم هنا مثل ما شفنا مربيل بشارع الاسكان الف والف ونص. بس الاكل المضبوط مو هنا، الاكل المضبوط بالموصل. بالموصل ما شاء الله الشارع كثرانة بالعرباين. هاي الابلبي، هاي هنا شربات ومروقات. السلام عليكم. عليكم السلام. مرق و تمن كردي، تمن بسمتي، برياني، برياني وانواع تمن و دجاج. بيش النفر كاكا؟ دجاج 5000، قوزي 8000، قوزي 7000، والدجاج 5000. ممنون. كثرانه كثرانه هنا يعني صدق. يعني قبل اتذكر هذا السايد كان فارغ، السلام ما شاء الله. شاورما سورية، خلينا نشوف شكو ماكو هناك. حركات حركات حركات. هاي الكشك هنا يبيعون معكرونة باستا. شاورما والي الشام. هاي شاورما سورية ما شاء الله. انتبهت ان شاء الله بسليمانية من دامش اليوم بالسوق وبالشوارع. هاي اخواننا السوريين كثرانين كلش هنا. اني راح اخذ شل فراي. المشكلة هنا سليمانية لاحظت الخبز بيجي بلاستيك. اي بابا حلو هنا اكلهم نظيف. يعني مثل ما حكينا بفيديوهات سابقة اكو بعض المدن اكل الشوارع بيها لا ممكن يكون مؤذي، بس هنا بسليمانية لا كلهم نظيفين. يلا هنا انتهت جولتنا اليوم سؤال كيف، ونبقى بجولات جديدة. سليمانية وبنزرع ان شاء الله. باي باي.